السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرح الفيديو كيف تستفيد من صندوق الجندي. طبعا صندوق الجندي موجود بالأعلى واحد من اللي على اليمين اللي هو هذا. تروح عند صندوق الجندي، تضغط على فتح مرة واحدة 700، مرة أخرى، وتظل تسوي هذه الخطوة لما يصفر اللي عندك. طيب، الحين حصلت على ملابس أقدر أبيعها واستخدمها بالفضيات. صار عندي فضيات، تشوفون شنو بعد؟ هذه وحولت الذهبي إلى فضة. وبكذي كانت نهاية فيديو اليوم. أتمنى تعطون لايك وتشتركون بالقناة. مع السلامة.